ننتقل مباشرة إلى فقرة المسابقة وإلى الملعب. هذه هجمة فريق السيب، خطرة هذه الفهدي 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 على طول. هذه كرة بيمر فيها هيثم سالم، بيمر خطرة اللعب في المرمى، هدف وفي المرمى هدف. شايف عبد القادر علي مروي بيلعبها في المرمى وخلاص خلاص 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 خلاص، علي مروي بينهي المباراة لنادي ظفار. حياك الله أحمد، شوف معنا السؤال أحمد. إن شاء الله. حياك الله. كم دقيقة؟ كم دقيقة يبلغ الزمن الإجمالي لمباراة كرة القدم؟ طبعا سهلة جدا حالك، يعني 120 90 90، يعني نشوف. طيب نشوف 90. ولعبة حلوة ولمسة واحدة، بيحاول ان هو يمتلك نص الملعب. إجابة صحيحة، ناخذ متصل جديد. نتمنى حركة شوية على اساس ان الوقت ضيق معنا في هذه الحلقة. مرحبا.